مشاهدينا الكرام، إذن لتعليق بشأن هذه الفاجعة وتداعياتها عبر الأقمار الصناعية معنا من إسطنبول كاتب والباحث السياسي سيدنا نظير الكندوري. مرحبا بك أستاذ نظير معنا، حياك الله. وأيضا سيكون معنا من فيينا الإعلامي والصحفي زياد السنجري. كارثة، نبدأ منك يا أستاذ نظير، كارثة تلك التي وقعت في مدينة الموصل بعد غرق العبارة، كيف ترى التعامل الحكومي مع هذه الكارثة؟ يعني في البدء أود أن أقدم تعازي لشعبنا العراقي، لا سيما أهالي الموصل وأهالي الضحايا الذين استشهدوا في غرق هذه العبارة، ونسأل الله أن يتغمدهم برحمته، والصبر والسلوان لأهالي الضحايا. يعني أنت تسألني على يعني التعامل الحكومي في فاجعة كهذه الفاجعات، بالرغم من أن العراق يعيش سلسلة من الفواجع، ما بين قتل وإرهاب وما بين حوادث عرضية تدلل على أن هذه الحكومة غير قادرة على إدارة بلد كالعراق. لا نزال نرى أن يعني أقطاب الحكومة من رؤساء، يعني رئيس وزراء ورئيس جمهورية ورئيس برلمان، بالإضافة إلى الوزراء وقادة الأحزاب، الآن هم مشغولين بدلا من أن يقدموا العون ومحاولة تخفيف الحادثة على أهالي الضحايا، هم مشغولين الآن بتراشق الاتهامات عن سبب هذه الحادثة. ولكن الحقيقة أن كل المنظومة السياسية التي تعمل في العراق، سواء حكومة ولا برلمان أو أحزاب، هي مشتركة في مثل هذه الجريمة. هذه الجريمة كشفت وعرت الحكومة والنظام السياسي عن حجم السوء وحجم يعني التسيب الذي موجود في هكذا دولة لا تراعي أمن وسلامة المواطن حتى في أيامه التي يحاول أن يعبر عن فرحته فيها. مثل هذه الحادثة لو حدثت في أي بلد ما لرأينا استقالات المسؤولين المعنيين عنها، ولرأينا هناك غضبة جماهيرية ربما تهز أركان النظام السياسي. بينما الذي نراه في العراق نرى الابتسامات والضحكات عن من هم مسؤولين عن هذه الحادثة، كما فعلها محافظ الموصل، ونرى رئيس وزراء الذي ذهب لرؤية الضحايا نجده يلطم على رأسه. أنا أقول رسالة إلى رئيس الوزراء: الشعب العراقي وأهل الضحايا وأهل الموصل لا يحتاجون من رئيس الوزراء أن يلطم على رأسه، فيوجد الكثير من يؤدي هذه المهمة. الشعب العراقي وأهالي الموصل يحتاجون من رئيس وزراء أن يقضي على الفساد، أن يبني دولة، أن يبني نظام سياسي حقيقي، وليس اللطم على الرأس. يعني لو عقدنا مقارنة بحادثة قريبة، ما حدث في نيوزيلندا، ولرأينا التصرف حكومة نيوزيلندا، لم نرى ابتسامة على أي مسؤول، ولم نرى ابتسامة على رئيسة الوزراء هناك، بينما المسؤولين العراقيين مشغولين بالضحك والابتسامات، ومشغولين بالاتهامات عن هذه الحادثة. أي ضحالة، أي استهتار بحياة الناس، هذا يعني هؤلاء يجب أن يقدموا إلى المحاكمة. هذا النظام السياسي غير قادر على تقديم الحياة الكريمة للشعب العراقي. أرحب من جديد من فيينا بالصحفي والإعلامي زياد السنجري. أهلا ومرحبا بك أستاذ زياد. حياك الله. أستاذ زياد، ذو الضحايا وجهوا الاتهام إلى الحكومة بالمسؤولية عن الفاجعة، ومنعوا رئيس الجمهورية ومحافظ نينوى من زيارة موقع الحادث. كيف تقرؤون هذا الغضب الشعبي العارم؟ بداية أحييك وأحيي قناة الرابدين وجمهورها وضيفكم الكريم الأستاذ نظير الكندوري المحترم. حياك الله أخي الدكتور السمير. بكل تأكيد الأهالي اليوم من ذوي الضحايا ومن المواطنين الاحتياديين قالوا كلمتهم بشكل واضح وصريح، ولعل الصور هي أبلغ من أي كلام. عندما قاموا بضرب مواكب رئيس الجمهورية والمحافظ، وهو تصرف المستهتر من قبل محافظ نينوى والذي قام بدهس مجموعة من الإعلاميين والخوف البادي عليه، وكان واضح جدا وراد أن يخرج من مكان الحادث وأن يخرج بسرعة. أهالي مدينة الموصل مستائين جدا من هذا الوضع.
كما ذكرتم في التقرير، أنا أول من ذكرت بأن العصائب هم شركاء شخص يدعى عبيد الحديدي، ابنه المدير مفوض ريان، وتم إلقاء القبض عليه في إحدى السيطرات أثناء محاولته الهروب إلى محافظة دهوك. وعبيد الحديدي مختفي الآن، ومن تم اعتقالهم بالفعل هم عمال قضاء لا حول لهم ولا قوة، ولا أعتقد بأنهم مشاركين بهذا الجرم، ولا لا أعرف أحد منهم الحقيقة. المجرم الحقيقي هو الذي يضغط على المستثمر، هو الذي لا يمتثل لأوامر الدفاع المدني، هو الذي لم يمتثل لتعليمات سد الموصل بأن مناسيب المياه مرتفعة، فقد أطلقت 1400 متر مكعب قبلها بيوم واحد، وذكرت ذلك في مداخلة معكم اليوم، بينما هو المفروض 1000 متر مكعب، وتم تبليغ بأن العبارة لا تصلح للعمل، ومع ذلك ضغط على العمال وأعطوهم أمر مباشر بأن يستحصلوا الأموال من المواطنين، واستغلوا الظروف المناخية الجيدة في مدينة الموصل وإقبال الناس ليحدث ما حدث. ولكن مدينة الموصل اليوم تغلي حقيقة، مواقع التواصل الاجتماعي على الأرض، أهالي مدينة الموصل قالوا كلمتهم بشكل واضح لرئيس الجمهورية، قالوا بشكل واضح لمحافظ نينوى، كما أن نواب من صلاح الدين مثل أحمد الجبوري أبو مازن أكد ما قلته هنا أنا، ولكن بدون تسمية العصائب، وأحمد الجبوري من محافظة نينوى أكد ذلك، وحتى محافظ نينوى نوفل عاقوب ذكر ذلك في مقابلة مع أحد القنوات العراقية قناة آسيا، حيث قال بأن هناك نسبة تذهب لعصائب أهل الحق، وذكرت ذلك. هذه الحالة بحد ذاتها تركت نخبة كبيرة جدا، وأهالي مدينة الموصل وكل العراقيين اليوم نرى متضامنين في جنوب العراق، حتى البصرة نرى مواقف مشرفة من أهلنا كل العراقيين ضد الفساد المستشري في كل العراق، وفي الحكومة الموجودة الحالية في بغداد والحكومات المحلية في المحافظات. نعم، أيضا أستاذ نظير، يعني وزارة الداخلية ذكرت أن أبرز أسباب غرق هذه العبارة في مدينة الموصل هي الحمولة الزائدة تذرعت بهذا، ثم لجنة تقصي الحقائق أرجعت الأسباب إلى قدم العبارة. كيف تنظر إلى هذه التسويغات لأسباب هذه الحادثة؟ يعني أخي الكريم، يعني هذا يندرج ضمن التراشق وإلقاء التهم على المؤسسة الأخرى وعلى هذا الوزير، وهذا يعني المحاولة من التهرب من المسؤولية جهد الإمكان. وبالنتيجة لو عقدت يعني مجالس تحقيق وتقصي الحقائق سوف لن نخرج بنتيجة، لأن هذه عادة الحكومة العراقية، وذكرتها منظمات دولية بأن غالبا ما تكون يعني لجان التحقيق لا تخرج بنتائج ولا تحمل المسؤولية على جهة ما. كل الأسباب التي ذكرت من يعني عدم أهلية هذه العبارة لمثل هكذا مهمة نتيجة لاهترائها، إضافة إلى أن هناك حمولة زائدة بسبب الجشع الذي لدى المسؤولين عن هذه الجزيرة السياحية، هو أحد الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة. أضف إلى ذلك بأن هذه العبارة هي من صنع محلي وليست مستوردة، ولذلك هي لا توجد فيها أي وسائل أمان، حتى أبسط وسائل الأمان اللي هي النجادات أو يعني أي شيء يستطيع أنه تحافظ العبارة على الناس الذين ينتقلون منها. لو رأينا الفيديو الذي يعني وثق حادثة الانقلاب، تجد العبارة تنقلب على يعني رأسا على عقب، وأنا لم أرى حادثة مثل هذه الحادثة. كيف بعبارة ضخمة يجب أن تكون من الوزن والثقل بحيث لا يمكن قلبها، إنما انقلبت تحت ضغط المياه بشكل بسيط، بل إن ليست نعم أن هناك أيضا يعني هذا التسيب من يعني بالرغم من التحذيرات التي حذرتها بأنه هناك أمطار وهناك ارتفاع لمنسوب المياه، إلا أن إدارة الجزيرة لم تغلق أبوابها في ذلك اليوم بالرغم من خطورة التيار المائي في تلك المنطقة.
إنما يعني الجشع يسيطر على يعني إدارة هذه الجزيرة وغايتهم الأرباح حتى لو كان على حساب أرواح الناس. هذا حقيقة استهتار ما بعدهم من استهتار في أرواح الناس. يعني الفواجع التي كانت تحدث في العراق وما زالت تحدث بسبب يعني حادث عسكري بسبب تفجير، هذا يعني الآن أصبح مفهوما بسبب الاضطراب السياسي الموجود في العراق. أما أن تكون حادثة بمنتهى السخف بمنتهى مجرد أنه تكون هناك عبارة تنقل الناس من مكان إلى مكان يتسبب في غرق أكثر من 100 شخص، هذا فعلا استهتار حقيقي يعني بحياة الناس. لم تكن هناك مسبب لخسارة مثل هذه الخسارة التي تلقاها أهالي الموصل. هذا دليل على التسيب، دليل على لا دولة هناك، دليل على أن حتى يعني المواطن يعني يحمل المسؤولية للدولة. من يتحمل؟ من يتحمل؟ نعم. يعني إدارة الجزيرة وإدارة بل الأكثر من هذا والأكثر سخفا من هذا أنه مديرية السياحة والآثار الآن تعمم بأنه يجب على المرافق السياحية يعني أخذ الحيطة وشروط السلامة. يعني تو الناس على قولة يعني المثل، يعني الآن تذكرتم أنه يجب أن تنبهوا المرافق السياحية بأن تأخذ وسائل السلامة. يعني حقيقة هؤلاء ليسوا برجال دولة، هؤلاء مجرد عصابات تحاول أن تمتص خيرات هذا البلد والاستهتار بحياة الناس. أستاذ زياد، يعني كثيرا رأينا في دول العالم عندما يثبت سرقة وزير أو مسؤول لمبلغ بسيط نراه، نرى الشعب قد تظاهر وحملوه ورموه في سلات القمامة أو حاويات القمامة. لكن المثير للصدمة أن تقوم سيارة المحافظ اليوم في الموصل بصدم 2 من الصحفيين يحاولان تغطية التظاهرات التي تحصل في المحافظة للأهالي الغاضبين الرافضين للتعامل الحكومي مع الكارثة. كيف ترون تعامل السلطات المحلية مع الواقعة وغضب الناس؟ السلطات المحلية وما قامت به اليوم كان واضحا، واعتداء سافر جدا على الصحفيين وعلى أهالي الضحايا وعلى المتظاهرين الذين خرجوا ونددوا اليوم بمواقف الحكومة المحلية والمركزية، وكان واضحا. ولكن أريد أن أضيف مسألة أخرى مهمة. قبل مدة وفي نفس المكان قامت ميليشيات العصائب بقتل منتسب مفوض في الشرطة قبل 4 أو 5 أطفال في نفس المكان، لحد الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء. الاستهتار بدماء العراقيين، هنا لا أقصد العراقيين كمكون، هنا أقصد كل العراقيين. علاء المجذوب عندما قتل كان واضحا مجرد كان ناشط مدني، ذكر بعض المسائل أثارت حفيظة تلك الميليشيات فقاموا بقتله، ومن دافع عنه قائد ميليشيا أيضا يعني أوس الخفاجي. قائد ميليشيا مجرم، ولكن عندما يتم المساس بإيران إلههم المقدس الكل تحت النار. فما حدث للأسف أمر مخجل جدا، استهتار واضح في حياة المدنيين في مدينة الموصل. هذه حالة مستمرة من سنوات طويلة. قبل دخول داعش كانت هناك قوات حكومية تعتقل وتنكل، داعش تنظيم إجرامي نكل وقتل وذبح وأحرق المواطنين. جاءت القوات الحكومية وعملت ما عملته في مدينة الموصل، ثم جاءت تلك الميليشيات وهي امتداد لداعش وما تقوم به اليوم في مدينة الموصل والحكومة المحلية والحكومة المركزية والاعتداء على المواطنين. إن أكبر كذبة أطلقها المجتمع الدولي الديمقراطية الجديدة في العراق الجديد 2003 هو دولة ميليشيات، دولة للأسف دولة مافيات وعصابات، همهم الوحيد السرقة وابتزاز المواطنين، وهذا ما يعرفه الجميع، علما بأن رئيس الوزراء الحالي هو متهم بقضايا سرقة مصرف الزوية، وسبقه ذلك رؤساء وزراء منهم من عذب وقتل بالدريل ومنهم صاحب السجون السرية، وكلهم في يدورون في فلك
واحد فلك إيران، فلك الميليشيات، فلك القتل والتدمير، فلك الاعتداء على المواطنين وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة أمام المجتمع الدولي الذي لا يسمع صراخ أهالي مدينة الموصل، لا يسمع صراخ أهالي مدينة البصرة وكل العراقيين من شماله إلى جنوبه. الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. نشكر أيضا سيد نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي مباشرة عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول، شكرا لك أستاذ نظير.